هلا الباك كونفرتر هو عباره لو بدي ارسمه بهذا الشكل، لاحظوا هون لو بدي احطه كابستراكشن هو اللي داخل له ايش؟ دي سي، واللي طالع منه دي سي. مزبوط. وهون عندي هاي الاوتبوت وهي الانبوت. هلا هون انا ما بدي فلكتشويتنج دي سي، ايش بدي؟ بدي بيور دي سي. يعني احنا هون هلا هدفنا نوصل ناخذ بيور دي سي، وراح ندخل عندي، راح افترض تدخل عندي بيور دي سي، بس هذا اعلى من هذا، عشان هيك سميناه باك. اذا عندي هون في سورس، عندي هون في اوت، في سورس اعلى من في اوت. بدنا هلا استراتيجيه معينه، بدنا نبني دائره من هون حتى نفهم احنا السؤال قبل ما نعرف الجواب. ايش المطلوب هون؟ اني بدي اطلع في اوت، اعملها اطلع قيمه معينه لفي اوت حتى لو كانت في اس اعلى منها. وطبعا بدنا افشنسي جيده، لانه انا لو ما بدي افشنس زيد شو كنت بقدر اعمل الطريقه السهله؟ بوتنشيومتر، مش هيك؟ بحط بوتنشيومتر وبضل اغير البوتنشيومتر هذا، بس هذا راح يولع، راح يحمى، وعمالي بضيع افشنسي. فاحنا في فكره السويتشنج اللي تعلمناها اللي هي البلس ويث موديليشن بالديوتي سايكل، اتحكم بالديوتي سايكل، بس احنا اللي تعلمناها لحد الان ما بنعرف نطلع هيك. شو بنعرف احنا نطلع؟ اللي تعلمناها بالبي دبليو ام بالشوبر بنطلع قطع، يعني احنا اللي متعلمينها لحد الان بنعرف نعمل هيك. اذا بدك تعتبرها دي سي، انا بكون عندي هون في اس وفي اس دي سي. شو عم نطلع احنا هون على الفي اوت؟ هذه بالبي دبليو ام شوبر، عم بيطلع معي شيء زي هيك الافرج تبعه. فالافرج تبعه هو في اوت، مش هيك؟ بس شكله مش دي سي. هذا بينفعنيش في اذا عندي لابتوب او عندي موبايل فون او شيء زي هيك، هذا ما بينفع. هذا بينفع لو عندي الاوتبوت هيفلي اندكتيف لود، لانه الكرنت هون راح يكون. اذا هاي الدائره ما تنفعنا بهذا التطبيق، في تطبيقات بتنفع، في بعض التطبيقات بتنفع، بهذا التطبيق ما تنفع. وهي كانت الافشنسي تبعتها جيده، لانه كان عندي السويتش اسكره وافتحه، اسكره وافتحه، فما فيش عندي لوسز او اللوسز قليله جدا هون، لاني ما استخدمت البوتنشيومتر. بس احنا الان بدنا نطلع دائره او نفكر في دائره تعملنا هيك. هلا الفكره الاساسيه رح نستعمل نوع من الفلتر، والفلتر هذا شكله راح يكون زي هيك. هذا الفلتر لو باس ولا هاي باس فلتر؟ هاي باس. لا المفروض ار سي عشان يكون لو باس فلتر. بس طيب هذا هو ال سي. هلا هون هل هو لو باس ولا هاي باس؟ انت عم بتفكر مهند، عم بفكر بهذا مش هيك؟ لو باس انت عم تفكر بهذا مضبوط. هذا لو باس. طيب وهذا لو باس. كمان لو باس. لاحظوا الكباستر وين محطوط؟ الاندكتر محطوط، الاندكتر محطوط ان سيريز والكاباستر محطوط ان بارلل. فشوف هلا لو انا عندي كرنت له فريكونسي لو فريكونسي، الكرنت اللي بده يمر، فالكرنت اللي بمر له لو فريكونسي، اذا له لو فريكونسي هذا راح يكون ان سيريز معه، مش هيك؟ راح يعمل عليه دروب. اذا قديش راح تكون الامبيدنس اذا هو له لو فريكونسي؟ قديش الامبيدنس تبعت هاد؟ اوميجا ال. اوميجا ال، مش هيك؟ اذا هي بتتناسب مع الفريكونسي. اذا الفريكونسي لو فيري لو، ايش راح يكون هذا الامبيدنس؟ قليل. طيب هذا بيمنعه انه يمر اذا كان الفريكونسي تبعته الامبيدنس تبعه واطي. يعني عارف زي ايش هذا؟ هذا زي شيء بيمنعك تمر، وهذا زي شيء بسقطك. يعني لو عندي واحد بده يمر من هون وهون في هاويه وهو بده يحاول ينط من هون، هذا بيشبه الكاباستر. وهون عندي في زي عوائق، مثلا عوائق هون عمالها بتمنعه انه يمر، هذا بيشبه ال. فانا بدي امر مرور من هون مش هيك؟ وما بديش اوقع هون، صح؟ ماشي الانالوجي؟ فاهمين الانالوجي هون؟ هلا هذا الانالوجي زي هذا، حتى امر من هون بدي ايش الامبيدنس تكون؟ لو امبيدنس. لو، وبدي هاي الامبيدنس شو تكون عشان ما اسقطش فيها؟ هاي. فاذا عندي هذا الامبيدنس تبعته اوميجا ال، وهذا الامبيدنس تبعته واحد على اوميجا سي كماجنتيود يعني، اه؟ فانا لما تكون الفريكونسي منخفضه ايش راح يصير الامبيدنس هون؟ عالي. عالي. فهذا كانه مش موجود بالنسبه لي اذا انا لو فريكونسي، وهذا كانه كمان مش موجود ان سيريز. ماشي واضحه هذا الانالوجي؟ فلما يكون فكانه الهاي امبيدنس هون كاني سكرتها، حطيت تراب او حطيت شيء عشان ما يوقعش هون، وهون شو عملت؟ فتحتها. اذا اللو فريكونسي بتمر بسهوله من هون. طيب الهاي فريكونسي اللي له هاي فريكونسي ايش راح يشوف هون؟ هاي امبيدنس. وايش راح يشوف هون؟ فهذا زي كانه ايش بيعمل؟ زي مصيد له الكباستر، هذا كانه مصيد. فالكرنت بدل ما يمر من هون وين عم بروح؟ اوكي. وصعب انه يمر من هون، صعب يمر من هون، واذا وصل عند النقطه هاي راح يمر في الكباستر. فكانه في حاله هاي في عندي عوائق هون، في عندي فتحه هون. ماشي، انا عارف انها هاي سخيفه هذه، بس هي بتساعدك انك تفهم.
فاحنا عم نقول بالهاي فريكوانسيز هون صعب اني امر، واذا مريت من هون ايش في عندي؟ تراب. انا بسميها تراب. تراب ايش يعني؟ فخ مصيد او فخ. ولو عندي لو فريكوانسي هذا بالنسبه للامبيدنس لو، وهذا الامبيدنس هاي. وبقاعده عامه كقاعده عامه زي هيك، هذه هي شكل الفلتر. فلو انا بدي اعمل سكند اوردر فلتر راح اجي اعمل كاسكيد، او عفوا هذا هو سكند اوردر، هذا اظن بصير يمكن فورث اوردر فلتر. عم بعملهم كاسكيدنج هون. اوكي، هاي نفس الشيء نفس الفكره. عندي هاي اذا هو الفريكوانسي تبعته هاي، راح يكون هذا صعب مرور عنه، هذا صعب مرور عنه، وهذا صعب السقوط فيه، صعب عدم السقوط فيه، وهذا صعب عدم السقوط فيه. اذا لو فريكوانسيز بمر. يعني بالنسبه للو فريكوانسي هذا شو راح يبين؟ راح يبين كانه هيك، مزبوط. وبالنسبه للهاي فريكوانسيز شو راح يبين؟ راح يبين كان عندي هاي امبيدنس هون هيك، مزبوط، كانها هاي شورت سيركت بالنسبه لي. طيب اذا نرجع هلا لهذا، اذا راح نركبه الان، راح نركب احنا لو باس فلتر على الاوتبوت تبع هذا. خلينا نطلع شو كان عندي انا هون. كان عندي انا سويتش مضبوط هيك هون، وراح نحط الان لازم نحط الدايود هون، خليني اشوف، وهي اللود. فهذا صار ار اللي هو اللود، وهي الاوتبوت في اوت. وبعدين عندي هذا هيك، وهذا في اس السويتش. خليني اتاكد بس انه مضبوط شغلي هون، اظن انه مضبوط. خلينا نتاكد بس من الرسم، بلاش تكون غلطان بالرسمه. اظنها صحيحه. هلا شوفوا ايش بصير عندي هون، لاحظوا ايش ضفنا احنا هون. ضفنا دايود، يعني اذا بدك تقدر تفكر في هذا الدايود بشبه اللي كنا حاطينه فري ويلينج دايود. هلا الشيء الرئيسي اللي بهمنا هون، خلينا نحط خط حواليه. شو ضفنا احنا للدائرة الأصلية؟ هي عندي السويتش موجود، وهي اللود موجود، بس احنا ضفنا ضفنا لو باس فلتر، واحنا متأكدين انه لو باس فلتر، مش هيك؟ لأنه الاندكتر هون والكباستر هون. هلا كمان أحد الافتراضات رح نفترضها، رح نفترض انه هذا الكباستر، هذا طبعا افتراض في البداية رح افترضه، بعدين رح أراجعه بعدين. إز very large. C so big. هلا نراجع المعادلة تبعت هاي Q بتساوي C في V، مش هيك؟ مضبوط. ف V بيساوي Q على C. طلعوا لي على هاي المعادلة، مضبوط؟ هاي المعادلة الكل متذكرها، مضبوط؟ Q يعني كمية الشحنة، ايش وحدتها؟ كولوم. بتساوي الكاباسيتنس تبع هذا في V. خلينا نطلع على شيء شبيه جدا. لو عندي تانك ضخم، تانك مي ضخم جدا، تانك مي ضخم جدا، قاعدته واسعة جدا. هلا هذا لأنه قاعدته واسعة جدا، لو حطيت أنت أكم من نقطة مي فيه، قديش ارتفاعه بيرتفع؟ ولا شيء، مش هيك؟ أو زي لو عندي بدي آخذ لسه المثال، آخذه لإكستريم أكثر، لو عندي بحر أو محيط، وأنت جبت سطل مي وحطيت سطل المي في البحر، قديش بيرتفع مستوى البحار؟ صفر. المحيطات، عمليا صفر، بس أنا حطيت فيه كيو، مش حطيت فيه كيو؟ بس إيش اللي خلى التغير في في صغير جدا؟ سي سي لارج على هون، سي اللي بقابلها هون هي الاريا، الاريا تبعت القاعده، والارتفاع هون ايش بيمثله؟ كانه في، وكيو كان هالفوليوم تبع المي اللي موجوده هون. فالفكره عندنا رح نستعمل احنا كباستر ضخم لدرجه انه حتى لو ضفنا له احنا شويه شحنه عن طريق كرنت، الفولتج تبعه تقريبا كونستنت. هلا احنا رح نحسب، رح تقول لي ما هو انا اللي بدي اجيبه هو كونستنت فولتج، ماشي. انا هلا افترض معي هون، وبعدين نرجع بنشوف بعدين انه رح يصير في عندي شويه ريبل. هلا من ناحيه واقعيه رح يصير في عندي شويه ريبل، فاحنا مفترضين انه الكاباستر از فيري لارج such that V out تقريبا كونستنت. رح نفترض انه V out كونستنت، مش حنقدر نعمل حسابات اذا ما عملنا هيك، بعدين نرجع ونريفيزيت. بصير احيانا في الاناليسيز انك تفترض شيء وتشتغل فيه، وبعدين ترجع تثبته انه هو صح او غلط. فاحنا مفترضين انه هذا في عندي اوت كونستنت، وعندي هون في في اس. هلا شو راح، شو الاستراتيجيه تبعتنا؟ باسورد، راح اصير اسكر هذا السويتش وافتحه، والزمن اللي راح اسكره وافتحه مع ايش فكركم راح يتناسب؟ مع الفولت، مع الاوت.
فولتج. اذا بدنا نفرجي احنا انه اذا سكرت هذا لفتره معينه وفتحته لفتره معينه اللي هم سميناهم تي اون وتي اوف، مزبوط؟ تي اون وتي اوف اللي راح اسكرهم وافتحهم من هون راح يتناسب بحيث انه بدي الفولتج، بس دائما في اوت راح يكون اقل من في اس لانه هذا بك كونفرتر. يعني مثلا افرض انت هلا عملت الركتيفاير، مين حكى ركتيفاير قبل شوي؟ عملت الركتيفاير تبعك وطلع معك في اس فولتج، والفولتج هذا طلع وهيك فعلا راح يطلع في هذول، راح يطلع مثلا هو 12 فولت او 13 فولت. هلا انت ممكن تجيب 7805، مين استعمل ال 7805 فولتج ريجوليتر وتحطه، بس ايش مشكله الفولتج ريجوليتر؟ بيحمى لانه هو الافشنسي فيه ضعيفه، فاحنا بدنا نلاقي طريقه احسن منها، ولذلك بنستخدم شيء اسمه سويتش مود. هذا سويتش مود باور سبلاي راح يعطيني في اوت اقل من في اس بدون ما الكومبوننتس هذول يحموا، بدون ما اضيع طاقه هون، فالافشنسي احسن بكثير من الريجوليتر اللي انت بتستخدمه في دائره البيك. اذا الاستراتيجيه تبعتنا راح تكون الان راح اسكر هذا من هون وراح افتحه، شو راح يصير معي؟ راح يجي كونستانت فولتج عبر مين؟ عبر الاندكتر. شو راح يصير بالكرنت اللي ماشي بالاندكتر لانه الفولتج عبره كونستانت؟ راح يزيد اذا الفولتج بوزيتيف، وراح ينقص اذا الفولتج نيجاتيف، والزياده تبعته راح تكون السلوب تبعها كونستانت. ونفس الشيء لما برد بفتح مره ثانيه، هاي استراتيجيه اللي راح نثبتها، لما بفتح من هون راح يعمل ديكي الكرنت اللي موجود فيه، والكرنت هذا راح يعمل ديكي لاني حطيت عليه فولتج. هلا بنشوف الفولتج شو هو، وراح يعمل ديكي وقتها وراح ينزل، والسلوب تبعه راح يكون كونستانت. فالفولتج راح يضل هلا يزيد وينقص في الاندكتر، والكاباستر ضخم لدرجه انه في اوت راح يكون كونستانت من هون.